مرحبا مشاهدي متسبقا نشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كتشوفوا رجال الامن داخلين على خط واحد الحادثه ديال السير اللي وقعت ما بين سياره ودراجه ناريه. كانت علمت انها واحد السيده برفقات ربما الزوج ديالها، في هذه الاثناء كيتم انتظار وصول سياره ديال الاسعاف من اجل النقل ديالها الى المستشفى، فيما كاين حضور امني كبير حفاظ على السيده وعلى المكان ديال وقوع الحادث. كما كتشوفوا رجال الامن كاينين بعيد المكان، انتظار وصول سياره ديال الاسعاف. عدد من رجال الامن بالزي المدني لكحيطوا بالسيده اللي مصابه ومات على الارض. مزيدا من الحضار، مزيدا من التأني، خصوصا اليوم السبت باقي كاين عدد كبير من الاشخاص اللي شوف 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 السرعه اللي كيمشيو بها بعض السائقين ديال السيارات، شوفوا السرعه اللي كيمشيو بها. في انتظار وصول سياره ديال الاسعاف من اجل نقل المصابه الى المستشفى. نتمنوا بان الاصابه ديالها ما تكونش اصابه خطيره. كيف تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام، الكل هنا كينتظر لحظه وصول صياغه ديال الاسعاف اجل نقل المصابه الى المستشفى اجل تلقي علاجات ضروريه. اذا في انتظار وصول صياغه الاسعاف صرت الى نهايه هذا المباشر، والى مباشر اخر مشاهدينا الكرام.